thank you مشاهدينا في كل مكان حلقه جديده النهارده من يجدها بنبقى معاكم كل اثنين واربع من الساعه 12 للساعه واحدة بعتذر عن صوتي انا عندي شويه برد فاستحملوني النهارده النهارده هنتكلم او هنكمل كلامنا عن المناعه اللي ابتديتها معاكم في المقدمه بتاعه حلقه يوم الاثنين يوم الاثنين اللي فات اتكلمنا في بعض النصايح علشان نقوي جهاز المناعة عندنا احنا ككبار وعند ولادنا بس ما اتكلمناش في السن الصغير قوي النهاردة هنتكلم في بعض الأطعمة اللي بتقوي جهاز المناعه اول حاجه اتقال عنها كده بتقوي جهاز المناعه هي الزبادي الزبادي قالوا ان فيها بكتيريا نافعه جدا البكتيريا دي بتحافظ على الامعاء بتفضل الامعاء خاليه تماما من الجراثيم اللي بتسبب كتير جدا من الامراض بس كمان قالوا انه علشان ده او علشان اخد الزبادي بصورته آه زي ما هو كده او علشان اخد فايدته زي ما هي الافضل اني اخد الزبادي بصورته الطبيعيه خالص يعني مثلا بلاش نحط سكر بلاش نحط اي زيادات عليه بلاش ناكل كتير الزبادي بالفواكه طبعا الفاكهه في حد ذاتها مغذيه جدا لكن الافضل عشان اخد البكتيريا النافعه بتاعه الزبادي هو اني اخده في صورته كده ممكن نحط عليه معلقه عسل ابيض لانه طبعا العناصر الغذائيه المفيده اللي موجوده في العسل الابيض عاليه جدا فاول عنصر معانا النهارده هو الزبادي تاني عنصر مهم جدا 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 هو الشوفان والشعير دول حبوب طبعا اكيد كلنا عارفين الشوفان وعارفين الشعير وفي ناس كتير بتاكل العيش اللي هو معمول بالشوفان بس مش معمول لا بدي ابيض ولا حتى بدي أصفر آه ليه مهم او ليه بيفيد الشوفان والشعير في آه المناعه؟ لانه الحبوب دي بتحتوي على الياف مفيده جدا للجسم. قالوا انها بتبقى فيها مضادات اكسده فعاله بتحمي انسجه الجسم من التلف وبتحمي كتير جدا من الامراض الخبيثه والامراض الثقيله شويه زي امراض القلب آه السكر الزهايمر طبعا مرض امراض الخبيثه زي طبعا لا الله بعيد عن اي حد السرطان فالشوفان والشعير من الحبوب اللي فيها الياف وطبعا اي عنصر غذائي واي طعام فيه الياف في حد ذاته ده مفيد جدا التوم التوم جواه ماده فعاله جدا بتحارب العدوى بتحارب البكتيريا آه وده بيقوي جدا جهاز المناعه كانوا زمان آه ماما وتيتا وآ والناس اللي كانوا عارفين قيمه آه كل عنصر غذائي كنا اول ما نصحى من النوم كده يدونا فص توم فص توم ده لو اخدناه الصبح اكنه قرص بدل ما بناخد اي اقراص او اي حبوب علشان فيتامينات والكلام ده كله لو اخدنا بس فص توم الصبح وعلمنا اولادنا ياخدوه الصبح الموضوع بيفرق معاهم جدا الشاي. الشاي سواء الشاي الاحمر او الشاي الاخضر الاثنين مفيدين قالوا انه الناس اللي بتشرب شاي بشكل يومي طبعا مش كميات لانه برده الكافيين مضر ما نقدرش ننكر ده آه لكن الناس اللي بتاخد مثلا كوبايه شاي في اليوم او كوبايتين بالكتير قوي ده جهاز المناعه عندهم بيعلى اكتر من الناس اللي ما بياخدوش خالص او ما بيشربوش آه الشاي ليه الشاي مهم الشاي فيه حمض آه بيقوي جهاز مناعه آه جدا جدا والكلام ده مش احنا اللي بنقوله عشان الناس ما تجيش تقول ان انتوا بتقولوا اي كلام اللي قالوا الكلام ده بناء على دراسات من جامعه آه هارفارد الامريكيه السمك طبعا كلنا عارفين فائدة الأسماك بشكل عام لكن الأسماك الصدفية زي المحار والاستاكوزا والكابوريا فيها بروتينات وفيها عناصر غذائية عالية جدا 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 بتعلي جدا جهاز المناعة بتحارب كمان فيروسات الأنفلونزا مش بنقول لما يجي لك أنفلونزا تاكل سمك لأنه طبعا هنا اختلف أراء الأطباء ما بين دكتور والتاني في ناس بيقولوا ان وقت الانفلونزا ما ينفعش خالص ناكل سمك وبيض ولبن والكلام ده كله وفي دكاتره بيقولوا لا فخلينا في السيف سايد او في في الامان يعني اننا بناخد الحاجات دي وبناكلها كوقايه قبل ما نصاب باي مرض فيروسي زي الانفلونزا مثلا، بالاضافه انه كمان اسماك السلمون الماكريل الرنجه فيها احماض دهنيه عاليه والاميجا 3 طبعا معروفه طبعا في السمك، فده طبعا بيقوي جهاز المناعه جدا. اللحم البقري الناس اللي امتنعوا تماما عن اكل اللحم البقري بشكل عام قلت جدا نسبه المناعه في جسمهم وده ليه؟ لانه اللحم البقري فيه زنك، الزنك ده بيعلي الى حد ما نسبه المناعه او قوه جهاز المناعه في الجسم. كمان ممكن عدم اكل اللحم البقري بيزود خطر العدوى بحاجات كتيره جدا وبامراض كتيره جدا. ايه كمان حلو قوي في جهاز المناعه؟ البطاطا مش البطاطس. البطاطا الحلوه البطاطا المشويه اللي الراجل بيمشي بيها في الشارع او اللي احنا بنعملها في البيت في الفرن طبعا البطاطا ليها طريقه عمل كده بتخليها كويس قوي 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 بتحطيها في الفرن الجلد بتاعنا ده جلد الانسان بيتقال عنه او قال عنه كده في الدراسات انه خط الدفاع الاول للجسم ضد البكتيريا والفيروسات وبيحافظ جدا على صحه الجسم البطاطا مليانه بفيتامين أ الجلد بتاعنا ده بيحمي ازاي الجسم انه لازم الجلد بتاعنا يوصل له فيتامين أ فيتامين أ ده موجود بشكل كبير جدا 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 في البطاطا الحلوة آه علشان آه هي ربنا خلق ال ال الأكلات كده مليانة ببعض الفيتامينز ال ال يعني ففيتامين أ ناخده من البطاطا الحلوة أخيرا المشروم مغذي لابعد الحدود في ناس كتيره ما بتحبوش بتقول انه ملوش طعم وحاجه كده يعني ملهاش اي اي مذاق في الاكل المشروم رائع فوق ما تتخيلوا في قيمته الغذائيه وصدقوني لو اتعمل بشكل حلو و يعني اتظبط في الاكل هتحسوا طعمه حلو جدا جدا بيعمل ايه المشروم بيزود خلايا الدم البيضة وكرات الدم البيضة في الجسم فده بيبقى مفيد جدا 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 انه يرفع نسبة المناعة في الجسم دي بعض الاكلات اللي قلنا لكم المرة اللي فاتت اننا هنتكلم فيها بتقوي جهاز المناعة يا رب في كل مرة نبقى بنقدم نصايح في من يجدها تبقى بتفيد حضراتكم ولو عايزيننا نتكلم في أي حاجة أو حابين آه إننا نقول لكم آه نصيحة معينة أو آه أي حاجة حتى بناء على استشارة طبيب إحنا اللي نتواصل معاه وقولوا لنا إنتوا عايزيننا نتكلم في إيه وإيه اللي إنتوا عايزين إن إحنا نقدمه في من يجدها هخرج معاكم لفاصل آه وهنتكلم بعد الفاصل في العناية بالشعر المصبوغ والجديد في ألوان الصبغه قبل ما نخرج للفاصل جالنا مجموعة من التبرعات لبرنامج من يجدها مطلوب متبرع بفص كبد فصيلة دم A بلس A او بلس واو ماينس على ان يكون السن من 21 سنه ل 48 سنه والوزن من 65 ل 70 كيلو ويبقى الجسم متناسق وخالي من الامراض ارقام التليفونات قدام حضراتكم على الشاشه مطلوب متبرع بكل فصيل الدم اي بلس على ان يكون سن المتبرع من 20 سنه ل 45 سنه والوزن 65 كيلو الطول تقريبا 170 سم ويكون خالي من الامراض ويكون كمان الجسم متناسق وارقام التليفونات قدام حضراتكم على الشاشه مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم بي بلس على أن يكون السن من 25 ل 37 سنة وخالي من الأمراض أرقام التليفونات الخاصة بالتبرع ده قدامكم على الشاشة هخرج معاكم لفاصل لو عندكم أي سؤال بعطلنا أو كلمونا على تليفونات البرنامج معاكم لغاية الساعة واحدة على الهواء هقابلكم مرة تانية بعد الفاصل مرحبا بيكم مرة تانيه احنا بنتكلم في من يجدها بشكل كده أو ما بين الوقت والتاني عن العناية بالشعر بس الحقيقة ان احنا النهارده هنتكلم في نقطة معينة في العناية بالشعر هي الشعر المسبوق لما واحدة بتقرر انها تصبغ شعرها بتبقى اولا عايزة تغير شكلها ممكن يبقى الموضوع ليه علاقة بسن معين ممكن بمناسبة ممكن يوم فرحها ممكن بحالة نفسية فبتقرر انها عايزة تصبغ شعرها فتغير شكلها مثلا بس المشكلة في صبغة الشعر انه اولا لما بنتعود عليها احنا يعني كسيدات او البنات كمان ما بيعرفوش يبطلوا يصبغوا شعرهم خلاص اتعودوا على حاجه معينه مره تفتح مره تغمق بس الصبغه بتفضل طول الوقت بتصبغ شعرها او البنت بتفضل تصبغ شعرها ما بين الوقت والتاني التأثير بقى على الشعر نتيجه الصبغه بنلاحظه بعد مثلا شهرين تلاته من الصبغه اولا احنا عايزين نعرف النهارده ازاي اعرف احافظ على شعري لو انا هصبغه في انواع معينه ينفع استخدمها او اختارها لو مش انا اللي هختار لو رحت عملت شعري عند كوافر وهو اللي اختار ازاي اعرف ان كانت النوع ده كويس ولا لا كل الحاجات اللي ليها علاقه بصبغه الشعر هنعرفها النهارده من ضيفنا اللي منورنا جدا في استوديو مانيا جدها مصفف الشعر هاني عزيز ورئيس الاتحاد الدولي لمصففي الشعر في مصر والمدرب الدولي لكبرى شركات العنايه بالشعر منورنا النهارده في مانيا جدا اهلا بيك يا فندم اهلا بيك شكرا بدايه صبغه الشعر ما حدش ينفع يقول انها مفيده تمام بس في حاجات طبعا مش مضره انا دلوقتي واحده هروح اختار انا الصبغه بتاعتي تمام وهاخدها عند الكوافير يعملها لي او حتى انا هعملها في البيت انا اختار ازاي نوع يبقى كويس لشعري وما ياذيش شعري ابدا آه خلينا نقسم الاول الصبغه لنوعين ماشي okay. آه نوعين من التقسيم اول نوع بيقول ان الصبغه دي هل هي دائمه او شبه دائمه او نصف دائمه دي بتبقى مكتوبه تقريبا على العبوه اوكي okay. ثاني نوع هل هي فيها امونيا او بدون امونيا يعني ايه دائمه في صبغه دائمه ايوه هي إزاي؟ اسمها بيرمننت وفي حاجه اسمها سيمي بيرمننت وفي حاجه اسمها ديمي بيرمننت البيرمننت دي بالاخص هي اللي بنلاقيها عند الكوافير اوكي لكن السيمي بيرمننت والديمي بيرمننت هي اللي بنقدر نشتريها من الهايبر من الصيدليه بتبقى داخل بوكس بالبيروكسيد بتاعها جاهزه دي ده الفرق بين اللي يعني, اللي يعني دي بتروح بعد قد ايه ودي بتروح بعد قد ايه؟ اعتقد ان البيرمننت ممكن تطول اكتر اوكي لانها بتوصل للطبقه الداخليه للشعرايه اللي هي طبقه الكورتكس لكن آه السيمي والديمي بيبقوا على الكيوتيكل فقط على الطبقه الخارجيه فقط فمع الغسيل الصبغات السريعه دي بتنزل بسرعه لكن البرمنت دائمه اكتر ممكن توصل شهرين او ثلاث شهور لكن بتبقى بيل شويه بتطفي شويه اي صبغه بتطفي لونها شويه وبيفتح بتطفي لونها وبتفتح دي ليها اسباب مش كده؟ طبعا زي ايه استخدام شامبوهات داخلها صوديوم او كبريت استخدام ميه ممكن يبقى فيها نسبه املاح عاليه الغسيل اليومي المتكرر يعني اختيار نوع الشامبو نفسه بيأثر على ال طب انا هرجع تاني للنقطه دي بس خليني اتكلم الاول في انه برضه اختار ازاي احنا دلوقتي قسمناهم صبغه مستمره او دايمه وصبغه شبه دائمه شبه ونصف دائمة, دائمة. وفي مش مش موج... مش دايمه خالص نصف دايمه اه تمام طيب وفي واحده او في انواع انواع بأمونيا ومن غير امونيا صح كده؟ تمام ايه الامونيا؟ واختار الصبغه بأمونيا ولا لا؟ تمام انا شايف ان الناس شاغله بالها كتير بموضوع امونيا أيوة. او بدون امونيا الامونيا دي ماده قلويه او غاز قلوي الهدف منه او شركات الصبغه بتحط الموضوع ده في الصبغه عندها لهدف مطلوب لكن لو زاد عن اللزوم هو ده التاثير بيأثر على الشعر بيخليه جاف ويعمل تقصيف كتير للشعرية ايه الهدف المطلوب الهدف ان الماده القلويه دي بتفتح طبقه الكيوتيكل الخارجيه للشعرايه عشان اكبر قدر من جزيئات الصبغه يخش جوه الشعرايه يخترق فهي إيه؟ الامونيا مهمه لكن مش بنسبه عاليه يعني لازم نختار براندات ليها نسب قليله جدا من الامونيا اذا استخدمنا صبغه فيها امونيا طب ما هو في براندات نفس البراند طبعا كلنا عارفينه بس انا مش هينفع اقوله او اكتر من واحد كمان بيبقى علبه بتاعته مكتوب عليها بامونيا وعلبه ثانيه مكتوب عليها من غير امونيا هو نفس البراند تمام هو ده ده اللي الشركات اتجهت ليه لما لقت الناس بتخاف من كلمه امونيا عملت صبغات فري امونيا لكن حضرتك بيبقى فيها ماده قلويه ثانيه اسمها إسانو إسانولامين أو بيقولوا عليها ميا المادة دي برضو كلوية بتفتح طبقة الكيوتيكال بس حضرتك ما بالظبط ده حاجة حلوة قوي لا هو لازم يكون في بديل عشان يفتح طبقة الكيوتيكال عشان جزيئات الصبغة تخترق الشعر طيب خلينا ماشيين برضو إيه هنعتبر إن هم ما ضحكوش علينا ما تمام؟ هم ما ضحكوش لأنها أقل ضررا من الأمونيا حلو آه الصبغات اللي ما فيهاش أمونيا وأنا شخصيا جربت الاتنين يعني ما بتقعدش في الشعر كتير. معظم الصبغات اللي ما فيهاش امونيا بتبقى سامي بيرماننت او ديمي بيرمينت ايوه. لكن هم موجودين صبغتين في مصر بدون ذكر اسماء آه. اوكي هي صبغات ثابته بيرماننت ثابته اكتر من اي صبغه فيها امونيا. اوكي بس أوكي. بس في تكنولوجي معين بيستخدموه ايوه كنت لسه هسال حضرتك النوعين دول اللي معظم الستات عارفينهم من اكتر الانواع اللي بتنشف الشعر. مش اللي بيتباعوا في الصيدليات وفي الهايبرات اللي عند الكوافير عند الكوافير اه نوعين معينين آه. مش بينشفوا الشعر <applause> بينشفوا الشعر لما الكوافير بيستخدمهم غلط اكيد طبعا استخدام ال... الاستخدام السيء للشيء اكيد لازم يضر طيب في سبغات آه لو بنتكلم في تدريجات الاسعار تمام, تمام. آه في صبغات بتبقى غاليه جدا 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 وبعد ما بنستخدمها بتاثر بالسلب الرهيب على الشعر وفي صبغات بيتقال عنها انها ايطالي ماركات مش كبيره ومش فظيعه بس استخدامها مع الشعر ما بنحسش خالص انه ما اثر على الشعر بالسلب بنحس انه الشعرية دي ما صبغتش وما تعبتش تمام انا هقول لحضرتك على حاجه طبعا معظم الصبغات الايطالي معظمها وليس كلها معظم الصبغات الايطالي بتبقى نسبه امونياتها عاليه شويه اوكي لكن خلينا نقول هل الصبغه دي هنستخدمها جوه الصالونات ولا هنجيبها نستخدمها في البيوت تمام اذا هنستخدمها في البيوت انا معرض ان انا يحصل معايا اي مشاكل لشعري حريقه اي مشاكل شعري يتحرق يعني لا شعري يتحرق مش بالصبغه امال بالبودره اه ببودره التفتيح اسوا انواع الصبغه مش هتحرق الشعر فعلا اسوا انواعها مش هتحرق الشعر احنا اتطورنا كتير عن التسعينات التسعينات كانت ما عندناش غير تقريبا نوعين صبغه في مصر ونسبه الامونيا ولا بتاعتهم. حتى التقصيفه اللي بتحصل في اكيد طرف لو نسبه الشعر الامونيا و... لو نسبه الامونيا عاليه لازم تعمل جفاف للشعرايه والتقصيف. اه اوكي لكن الاستخدام السيء برضه في البيت كل كل صبغه ليها ميجر ليها ليها معايير ازاي احط كميه قد ايه من الصبغه وكميه قد ايه من البيروكسيد العميله في البيت لما هتيجي تستخدمها هي مش عارفه الكميه المناسبه ايه م. فاذا زاد نسبه البيروكسيد مش هيطلع اللون مظبوط وكيف زائد أنه هيطلع في تلف كبير من الشعراء. لإن أنا من وجهة نظري المتواضع مش الصبغة هي اللي بتأثر البدرة. كتير على الـ 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 الشعر، لا كمان الأكسجين أكتر، الأكسجين أو البيروكسايد اللي بتستخدمه العميلة في البيت هو الأخطر. هو الأكسجين ده غير البودرة مش كده؟ أه طبعًا البودرة دي الأكسجين تانية. ده السيل اللي بيتباع مع الصبغة. بالظبط، البيروكسايد أو المحفز للصبغة وهو عامل مساعد على التفتيح. طب على أساس إيه هي بتختار الأكسجين؟ يعني إحنا في أكسجين 20% في 10 و20 و30 و40 ما هو ده ده للأسف العميل في البيت بيجهل الموضوع ده تمام. انا المفروض كمتخصص ابقى عارف اوكي ابقى عارف هل العميله محتاجه تفتح كام درجه هل درجتين ولا ثلاثه عشان اقدر احدد استخدم انهي اكسجين فانا لازم اعرف نقطه البدايه اللي انا واقف فيها واروح لنقطه النهايه اللي العميله عايزاها او انا برشحها لها عشان اختار نوع البيروكسيد اللي أستخدم او درجه تركيزه طب هي لو مش عايزه تفتح خالص بس طلعت الجذور مثلا وشعرها فاتح ويعني وي... شعرها اللي فاتح عن الجدر اللي طالع هي مش عايزه تفتح لكن هي عايزه تصبغ الجذور المفروض الطبيعي انه ال... ال... النسبه الوسط بتاعه الاكسجين اللي تستخدم كام تقريبا 20 او 30 ماكسيمم في الجذور لكن 20 افضل طبعا لكن آه لان لان دايما لما بكون قريب من فروه الراس بتبقى الدرجة افتح درجه اه اوكي لان فروه الزر منوره قوي ب... بزياده بالظبط آه. دي دي مشكله كوافير دي مشكله الكوافير نفسه مم. ان هو بيجهل بالشيء ده لان المفروض يبقى عامل حسابه ان درجه الجذور مختلفه عن درجه الاطراف لكن احنا معظمنا في مصر بن... بنحب نجهز ابلكيشن واحد ونعمل بيه الشعر كله وبعدين يبقى الرد الطبيعي انه هيغمق كمان شويه ممكن <applause> وبيفتح في الاخر ما بيغمقش بالظبط مفيش حاجه بتغمق آه هي, هي بتفتح اه بالظبط طيب آه لو انا عايزه اتكلم في الوان الصبغات اللي انا بختارها تمام؟ في علب وطبعا برضو السيدات اللي متعودين على الصبغات بيبقوا في العلبه من ورا كده عليها صور عليها صور لون شعرك لو كذا هيوصل لكذا، لون شعرك لو كذا هيوصل لكذا، وفي صبغات ما عليهاش اي حاجه. احنا معظم الاوقات سواء العلبه عليها الوان او ما عليهاش اللون عمره ما بيطلع زي ما احنا شايفينه في الصوره. تمام ده وضع طبيعي. انا دلوقتي لو جبت طبق صبغه او ابلكيشن صبغه اوكي؟ وحطيت لكل واحد من اللي موجودين في الاستوديو بينا احنا كل واحد خصلة كل واحد فينا واحد يطلع لون ليه بقى؟ ليه؟ في حاجة اسمها الاندرلاين الاندرلاين دي او الالوان التحتية في الوان انا مش شايفها في الشعراية المفروض ان انا كمتخصص دارسها ابقى عارف الشعر ده هيرمي عليا لون ايه في الوان غير مرغوب فيها بتظهر معايا في الشعر وانا بفتح الشعر بالاخص أعتقد لو لو المفروض أو لو الطبيعي إن الكوافير مش عارف الجزئية دي على يعني الأقل يعمل في خصلة واحدة تيست أو اختبار. المفروض بس أه. المفروض إن يكون الكوافير دارس أو عارف إن الشعراية دي هترمي عليه ألوان إيه عشان يقدر يتعامل معاها. كتير جدا وإحنا بنسمع في في الصالونات أو مشاكل من العملاء في من الكوافرات دايما كده بنسمع جملة إن شعري أرنج. أبا اه, أه, ألب أه ألب أورنج, اورنج شويه أه اوكي دايما بنسمع المصطلح ده شعري أرض ده بيبقى سوري انا اسف من 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 جهل الكوافير نفسه أيوه اوكي لانه مش دارس الاندرلاين <applause> او الالوان التحتيه اللي موجوده في الشعرايه لو كان عارف ان الشعر ده هيرمي اورنج كان اتعامل مع الاورنج قبل ما يطلع ايوه طب انا هسالك في النقطه دي برضو هنكمل فيها بس خلينا ناخد التليفون ده معانا اماني من اسكندريه الو 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 صباح الخير صباح الخير يا اماني ازيك؟ الحمد لله تمام. تفضلي. كنت بس عايزة اسال على حاجة بس من الـ تفضلي. من الـ صح؟ اتفضلي. ااا بالنسبة للـ التفتيح. لا ماني صوتك بيقطع، بالنسبة لإيه؟ بصي هل في عايزة اسال بالنسبة لبودجة التفتيح. بودجة التفتيح، آه. آه هل في أنواع معينة؟ كثير منها أشطر، كثير أنا أشطر، بالنسبة للألوان اللي هي الفلاند أبي دي، هل تشطر؟ هي جينات بتتحكم في, في الفرن ولا انواع ثانيه اللي بتخلي اللون البلوند ده نوع ثاني خالص انا بس أن بس لان سالت كذا مره فوقيات يقولوا لي لا مش بدل تحير كم الوان البلوند دي أنا عايز تمام بقى. خلاص اوكي شكرا بشكرك يا أمين البودره بتتحكم في البلوند ولا لا اكيد اولا ما نشغلش بالنا كتير بين البودره البيضاء والبودره الزرقاء لان في الشركات بتسوق للبودره الزرقاء ان هي ما بتعملش نحاسيات الاثنين واحد لكن البودرة البيضة بتبقى حامية شوية على الشعر أتقل يعني حامية قوية على الشعر أتقل آه آه, آه. البلوند ده اللي هو ال... البلوند اللي هو في في ناس ما أفتح انا افهم درجات الاصفر آه. بالظبط آه. هي عايزه توصل للون الجراي مثلا او تصبغ الجراي او الاشات عموما او الصندر هات الصندره... حاجه بتحرق الشعر طبعا آه. ليه؟ آه. احنا بنشوف على اليوتيوب فيديوهات كتيره وبننبهر بيها آه لكن بيحصل تلف كتير للشعر ده ليه؟ في اوروبا يقولوا لنا لما يجي تفتح الشعر عشان تصبغ رمادي لازم توصل للون الابيض. في اوروبا بنوصل للون الابيض في الشعرية بسهوله جدا. ليه؟ ممكن. شعرهم فاتح. آه. فيدوبك في مره مره واحده تفتيح نوصل للون اللي احنا عايزينه. لكن في مصر احنا بنضطر عشان نفتح للون ده او لاقرب منه شويه بنفتح مره او اتنين او ثلاثه. فهل يعني لك ان تتخيلي مدى الهلاك اللي بيوصل ليه الشعر؟ طب معنى احنا بيحصل لنا كده؟ يعني ما احنا برضو علشان احنا لما بنشوف زي ما حضرتك بتقول على على الفيديوهات او في الفيديوهات على اليوتيوب والى اخره الممثلين والمغنيين بنلاقيش شعرهم تقيل وطويل وحل... بغض النظر انه اكستنشن او لا او يعني لا هو دلوقتي بوريك احنا فاهمه بس برضو <applause> بنلاقي الشعرايه نفسها حتى لو من نص الشعر من هنا هو مش متاثر زي ما احنا شعرنا بيتاثر لا هو بيتاثر بس في مواد دلوقتي بتحمي الشعرايه وهي بتتفتح من البودره في مواد بتضاف على بودره تفتيح او اي عمليه كيميائيه آه دي إيه؟ ليها اسم جديد كده اه بلكسات أيوة بل... هي باختصار بدون الاسم أيوة. اسم حاجات آه, آه معينة. اسمها هي. معينه هي البلكسات عموما يعني آه. آه. لكن طبعا بتختلف من شركه لاخرى يعني في حاجات ممكن نحطها على الشعر كاننا مش حاطين حاجه وفي حاجات آه طب يعني عشان ن... 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 يعني نرد على اماني اللي كلمتنا ما آه تعمليش بودره في البيت يا اماني ما تعمليش بودره في البيت <applause> ايوه تروح لحد شاطر متخصص اهم حاجه متخصص آه. وعارف هو بيعمل ايه طيب احنا معانا ميرفت من اسكندريه الو الو مساء <بس> الخير يا ميرفت <الو> صباح الفل صباح الخير صباح الفل استاذه هاني اتفضلي الله يخليك الله يخلي حضرتك بص يا استاذه هاني لو سمحت هو معاكي اتفضلي <فضلي> اه لو سمحت انا كنت حاطه حنه فرد في شعري تمام وحنه الفرد ديت بصيت لقيتها بعد فتره كده قصفت شعري ومنعتها ومن من ساعتها انه يطول خالص ما بيطولش نهائي تمام بس شكرا يا اشكرك م... هو في حنه عاديه وحنه فرد اه للاسف للاسف آه. آه من اخطر آه مشاكل الدنيا اللي بتحصل على الشعر نتيجه الحنه الفرد ليه مع ان المفروض ان احنا عارفين ان الحنه كحنه بنسمعها حنه طبيعيه جدا لكن ليها تاثير ضار على الشعر وانصح <applause> الاستاذ اللي لسه حالا متصله اوعي تستخدمي اي ماده كيميائيه على الشعر لغايه ما الحنه دي تروح من الشعر خالص يتقص لأن أي مادة كيميائية حتى ولو سبغة اللي هي أقل ضررا هتيجي على السبغ على الشعرية اللي هي فيها الحنة الفرد دي هنلاقي إن السبغة بتفور وممكن تطلع دخان والشعرية تقع على شعرها؟ أيوة يا خبر أبيض فيفضل بعد إذنك أي حاجة تخص الحنة الفرد بلاش ولا الحنه العاديه لا الحنه العاديه دايما هي اصلا الحنه العاديه يعني بعد ما بنعملها ما بتلقطش صبغه خالص الشعر اكيد هي طبقه ازاز على الشعرايه فعلا هي طبقه ازاز على الشعرايه على فكره يعني انا مره جربتها زمان خالص مثلا من يعني فتره طويله قوي يعني تمام آه وحتى بعد ما الحنه راحت من شعري برضه شعري لا رجع لونه ولا رجعت الصبغه بتلقط فيه زي الاول تمام آه احنا كنا بنستخدم الحنه زمان الحنه عشان اهالينا كانوا يقولوا دايما بتقل الشعر وبتلمعه وبتخليه حلو فعلا مش بتقل الشعر ان بتغذيه لا هي بتعمل كفر على الشعرايه فسمك الشعرايه بيتخن فبنحس ان شعرنا تقل وكل ما بنغسل بينزل بسيط من الغلاف الخارجي ده لكن طبعا في جزء كبير جوه يعني الشعرايه زي زي الشاليمو اوكي فالشعرايه من من جوه طبقه الكورتكس مليانه فهي استحاله هتقبل اي حاجه ثانيه اوكي؟ okay. فدايما قبل الحنه العاديه لما نحب نصبغ شعرنا نعمل تيست على شعريه، اذا استجاب خير وبركه، بس ده مش هيكون اقل من ست شهور او سنه. تمام، آه لو انا عايزه بقى اعرف التكنولوجيا الحديثه في صبغه الشعر، وال... وال... والطريقه الافضل لصبغه الشعر الفتره اللي احنا فيها دي. آه احدث تكنولوجي نزلت للصبغه ودي موجوده في صبغه فري امونيا، التكنولوجيا دي اسمها او اف 5. الاو اف 5 ده اختراع عبقري كده. احنا عموما لما بنيجي نجهز طبق الصبغه بنحط الصبغه وبنضيف ليها البيروكسايد لما بنقلب جزيئات الصبغه بتكبر عشان تبدا عمليه الاكسده او تبدا عمليه التلوين ال او اف 5 دي بتاخر كبر الجزيئات بكون انا حطيت الصبغه على الشعر الجزيئات دي تكبر جوه الشعرايه فمش هتخرج من طبقه الكيوتيكال عشان كده بقول لحضرتك صبغه ثابته اكتر من اي صبغه جواها امونيا أوكي. دي التكنولوجيا اللي هي اسمها او اف 5 ودي موجوده أو؟ تقريبا او اف 5 ودي موجوده في صبغه واحده في العالم تقريبا اوكي طب احنا معانا صور على على الشاشه ممكن بس حضرتك تقول لنا الصور دي ده احمر اه ده بتنجي. احمر يعني... على بينك شويه ده يعني اه يعني لونة... احنا واخدين صور من من مهرجان دول مودلز طبعا كل الالوان معظم الالوان دي بتبقى فيها تفتيح شويه عشان نوصل للون ده لان ما فيش صبغه في الدنيا بتفتح اكتر من درجتين او ثلاثه اربعه بالكثير قوي مم. يعني الناس اللي فاكره ان هي بتصبغ شعر شعرها لونه بني او زينا كده وعايزه تروح للاشقر ده هيطلع بالصبغه استحاله آه. طب قولي برده الكلام ده بس إحنا معانا برده هي دي آه. نفس الموديل اللي فاتت لا لا موديل غيرها آه. بس الشعر من فوق غامق اللي هو الشغل الديب داي او الامبري امبري آه. أيوه. ده ده, ده الاخر الليت فاشن دلوقتي صح يعني. كده آه. آه. هو كل ال... كل الفاشن متجه ان الجذور او الروتس تبقى غامقه عشان ما نضرش كتير في في الروتس اوكي بس هم في كوافرات بيعملوها وحشه يعني انا بعتذر طبعا بس هو في ناس بتعملها فعلا الشعر مقسوم يعني فوق لون وتحت لون من غير ما يبقى فيه ديجرادي او من غير ما فيه تدريجه للون فبيطلع شكله صعب قوي ده تكنيك شغل وحسب دراسه الكوافير واطلاعه على كل ما هو جديد م. في حاجه اسمها تاي داي تكنيك شغل مجرد تقسيمات مختلفه في الشغل بنقدر ان احنا نوصل بيها لحاجات معينه في بنات او في سيدات بيحبوا يعملوا الامبري ده بس مش بشعرهم يعني يبقى شعرهم نفسه غامق او لون الطبيعي البني والاكستنشن هو اللي يبقى فاتح خالص بالزبط. فتبقى عملت الموضه اللي هيلسي بالظبط بس من غير ما تاذي شعرها بالظبط ده افضل ده افضل حاجه طيب. حتى في اكستنشن دلوقتي جاهز من فوق غامق لون الشعر الطبيعي ونازل على اللون الجراي اللي هي حباه او البلوند اللي هي حباه طيب انا عايزه اسالك في في, في جزئيه كنت لسه اتكلمنا فيها انه الشعر ما بيفتحش اكتر من دركتين دركتين او درجتين, درجتين ثلاثه ماكسيمم ده ده من اول مره صح ده لو شعر فيرجن شعر طبيعي مش مسبوغ قبل كده فعلا ما فيش شعر في الدنيا هيفتح اكتر من درجتين او ثلاثه طب أب يعني برضو كنت يعني اعرف حد او شفت الحاجه دي او السامبل ده قدامي إن واحدة كانت عاملة شعرها أسود خالص أسود مسبوغ اه اه كانت عاملة شعرها أسود اللي هو مثلا كانت جايبة صبغة رقم اتنين تمام تمام فرقم اتنين ده جامد جدا بلاك آه. خالص يعني وكانت عايزة ترجع تاني تعمل شعرها بني مش شمام. مش أصفر بقى ومش بلوند ومش الكلام ده خالص ف علشان تعرف ترجعه فضلت سنتين كل ست شهور تصبغ شعرها صبغة عادية من غير بودرة بس الدرجه الافتح لغايه لما وصلت لي رقم تسعة في الصبغه لا هي شعرها احنا معظم المصريين رقم أربعة او خمسة اوكي يعني إحنا الشعر إيه؟ الطبي... معظم المصريين شعرنا الطبيعي رقم أربعة او خمسة اه اوكي هي صبغه رقم اثنين تمام في قاعده بتقول بس للاسف هي حاولت تصبغ شعرها في البيت طبعا اه اه تمام هي بس ما عندهاش علم في الصبغه ان في قاعده بتقول الصبغه عمرها ما تفتح الشعر المصبوغ يعني اذا حضرتك سبغة شعرك لون غامق استحالة مهما جبنا الوان سبغة فاتحه تفتح درجة حتى مم. السبغة ما تفتحش الشعر المصبوغ لكن تفتح الشعر الفيرجن اوكي لكن تقدر تغمق الشعر اه فهي مش هتقدر غير بالبودرة فهي بتعمل ايه بتحاول تسرق درجة من النظر ال فهي كل ما النظر... شعرها كان بيطول كانت الشعر الفيرجن الطبيعي آه. هو اللي بيفتح بي... فلما المسبوغ نزل أرجع هي حست انه شعرها فتح آه. بس مش هيوصل لتسعة ابدا اه لان من اربعه لتسعه ده خمس درجات استحاله توصل لتسعه اوكي طب احنا معانا فاتن من القاهره الو الو مساء الخير مدام فاتن الو صباح الخير صباح الخير يا استاذه سامي ازي حضرتك كل طيبين وحضرتك طيبه ممكن اشارك معاكم في البرنامج؟ اتفضلي اتفضلي يا فندم فاتك بسال هاني دلوقتي انا رحت لاحسن كوافير كان في ال... يعني بدون ذكر اسماء احسن أ... اشهر كوافير كان في القاهره تمام وللاسف عمل لي بدر التفتيح والشعر لغايه وقتنا هذا ما بيرجعش ووقع كله ونحل كله وبقى رقيق جدا فمش عارفه ازاي دلوقتي ارجع شعري زي ما كان للاسف ان هو لا يعني بياخد مبالغ كبيره جدا وبيضر الشخص طب وحضرتك يعني حضرتك آه كان دلوقتي ازاي واعمل ايه عشان يرجع الشعر يتقل ويرجع زي ما كان لان الفراغات زادت جدا في الشعر. طب حضرتك لما فتحتي شعرك يعني كان اسود وفتحتيه خالص ولا؟ كان كان لونه على يعني الدرجات البني اللي درجه من البني شويه بس هو عملولي تفتيح بقى فضيعه لي خالص جدا لان قال لي انت كنت مستعمله حنه والحنه مش لاقط فيها فانا لازم اعمل لك بودره تفتيح. اه تمام شكرا لحضرتك قلنا ما استعملتهاش الا من فتره كان طويله تمام تمام شكرا لحضرتك أه للاسف بيحصل معانا كتير أه ان العميل بيبقى مصمم احيانا ان هو لازم يفتح لون شعر لدرجه معينه وبيكون عامل مثلا حنه او عامل صبغه قبل كده في عملة بتستجيب للنصيحة ان احنا بلاش نستخدم نعمل الموضوع ده في الفترة اللي جاية على الاقل يكون عدى على الشغل السابق ده لفترة معينة وفي ناس بتصمم ان هي لازم تغير لون أيوة. شعرها لمناسبات معينه او التزامات أه، معينه يعني. <تصفيق> <تصفيق> اوكي لكن عموما بعد الحنه انا ما بفضلش ان احنا نوصل بال... هي كانت عامله حنه بتقول آه لا يعني ما بت... آه. مش بتفضل ان تتسبغ بعد الحنه بفتره قليله لا يعني انا ما بفضلش الحنه خالص بصراحه يعني انا ما بفضلش استخدام الحنه خالص معرفش في... اكيد في ناس هتزعل مني كتير ممكن لكن انا إيه. ما بفضلش شغل الحنه خالص الصبغه مقدوره عليها شويه لكن مش الصبغات الغامقه يعني ما تبقاش العميله صبغه لون بني غامق واجي بعد كده اطلب البلوند اوكي انا كده بدمر طيب. الشعر بايدي طب هي دلوقتي بتقول ان شعرها اتدمر خالص او تعب جدا 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 بعد البودره لان هو عمل لها بودره نتيجه انها كانت عايزه لون شويه بني فاتح وبعدين هو لقى الحنه فعشان يعمل ده فحط لها بودره فيعني في الموضوع معاها بقى سيء جدا هي ممكن تعمل ايه تصلح بيه شعرها؟ والله الشعر مش هيتصلح في يوم وليله هناخده في حدود ثلاث او اربع شهور علاجات معينه هنستخدم طبعا نوع كويس من انواع البلكسات اللي احنا مش هنقول اسمها يفضل تعمل جلسات على مدار كل اسبوع او كل عشر ايام تعمل جلسه بالبلكسات م. وفي امبولات كده بتستخدم بتترش على الشعر عشان نعيد بناء الشعر من الداخل وده هيحسن الامور خلال ثلاث شهور لكن مش هيرجع زي الاول بالضبط لكن هيكون افضل كتير طيب احنا من من اسبوعين كده او من اسبوع في حلقات من يجدها كنا بنتكلم على تسريحات شعر العروسه ويوم فرحها والكلام ده كله، واتكلمنا في انه اوقات كتير العروسه قبل فرحها بتبقى عايزه تصبغ شعرها عشان شكلها يتغير. بما انه حضرتك يعني عندك خبره طبعا في الموضوع ده، هل الافضل انه لو عروسه تصبغ شعرها قبل الفرح؟ وبعدين لو سافرت ولا حاجه نزلت ميه مالحه، نزلت ميه فيها كلور، حصل اي حاجه شعرها يبوظ ولا تستنى بعد الفرح وترجع وبعدين تغير اللي هي عايزاه. هو يوم واحد في العمر فهي مضطره ان هي تفتح لون شعرها او تغير لون شعرها، لكن بنصح العروسه بحاجه مهمه قوي عشان كتير بيقع مننا فيها ونلاقي شعرنا اتدمر بعد كده. م. العروسه بتعمل لون بلوند وتعمل بروتين. ودي الكارثه. بروتين مع بروتين مع البلوند ده ما ينفعش وبلوند مع البروتين ما ينفعش ليه؟ هنهري الشعرايه ومش البروتين أيوه؟ ده حاجه بتغذي الشعر؟ آه عندنا في مصر هنا معظم البروتين بيستخدم لفرد الشعر مش لعلاج البروتين؟ شعر. ايوه ايا كان بروتين كرياتين كولاجين كريستال ايا ايا كان المسمى ده المفروض ان هو مش معمول للفرد خالص يعني كانوا بيستخدموا في الاول الكرياتين للفرد لا بعدين لما ظهر البروتين والكولاجين بقوا يستخدموه عشان غذاء للشعر لا هي الماده واحده جوه بس الاسم اتغير دي الحقيقه المره اللي احنا عايشين فيها هي الماده واحده جوه العبوه لكن الاسم اتغير وطبعا اختلفنا كتير عن زمان عشان دلوقتي ما بقاش فيه فورمالين في في, في البروتين او الكرياتين بقى في حاجات تانية يعني <applause> حاجات تانية ممكن تكسر الروابط جوه الشعر يعني. تمام فما تعملش خالص لون فاتح قوي او ما تعملش لون فاتح قوي مع بروتين عايزه تعتني بشعرك في شعرك فتره الجواز اعملي الصبغه عاديه لون او ما تفتحيش كتير واصبغي واعملي البروتين بتاعك او اعملي البروتين الاول افضل وتعملي الصبغه بعديه روحي قضي الهاني مون بتاعك وبعد ما ترجعي هتلاقي اختلاف شويه في في اللون نقدر نعالجه بكل سهوله في عشر دقائق. طب لو عملت لون فاتح خالص من غير بروتين اصلا بقى يحصل ايه في الشعر لو سافرت او لو اتعرضت لاي ظاهره من ظواهر الجو؟ تمام هي لو عملت لون بلوند عادي اوكي ممكن اللون يصفر شويه طبعا لو اتعرضت لشمس او او حراره عموما يعني اوكي اللون يصفر شويه فده بنستخدم له انواع من الشامبوهات بتبقى مضاده للون الاصفر فبتشيل اللون الاصفر من من الشعر هو الشامبو الازرق والسيلفر بنفسجي لا السيلفر لا السيلفر بتبقى داخله جزيئات لون ازرق واخضر تمام. فاذا استخدمناه على شعر فيه جولد الشعر يتحول للزيتوني ايه ده فعلا ايوه لكن في انواع من الشامبوهات بس مش مكتوبه عليها سيلفر بتبقى جزيئات اللون فيها بنفسجي بتمتص الصفار من الشعرايه بس من غير ما تضيف لون ده, ده الافضل اللي هو لون البنفسجي ده مع الشعر الفاتح قوي بالظبط مع الشعر المعمول بلوند لكن الشعر الجراي لازم هتستخدم له شامبو السيلفر اللي حضرتك قلتي عليه ليه ما تستخدملوش ازرق او بنفسجي ما هو ما هو الشامبو السيلفر بيبقى داخله اللون لون الشامبو لونه ازرق لا انا اقصد ليه مش بنفسجي مثلا لو استخدمته مع الجري. لأن البنفسجي بس بيشيل الصفار مش بيضيف لون لكن اللي عامل جراي محتاج ان دايما لان اللون الجراي ما بيقعدش في الشعر يعني اللي عامل حاجه مثلا شبه لون شعري ده يستخدم انهي لون اللي هو البنفسجي البنفسجي طيب. انا بستخدمه طيب احنا <applause> معانا ايمان معانا ايمان من فين بني سويف الو ألو مساء الخير يا إيمان؟ مساء الخيري؟ اتفضل ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضل. الأستاذ هاني؟ اتفضل لو سمحتي أنا شعري صبغته من سنتين يعني على الفرح بتاعي تمام فأنا دلوقتي الصبغة بتاعتي لسه ما مشيتش يعني في الأطراف مم. أو في نص شعري كده من تحت تمام وعايزة أعمل صبغة تاني فأنا عايزة أعرف هينفع أعمل صبغة تاني عليه ولا لازم أحوش؟ وإزاي أحوشها؟ إن أنا ازاي احوشها؟ ولو هعمل اعمل صبغه امتى يعني؟ حضرتك عايزه لون افتح ولا لون اغمق ولا نفس اللون؟ استنى فتره جديه يعني لا بيقول لحضرتك عايزه لون افتح ولا اغمق ولا نفس اللون؟ لا نفس اللون نفس اللون اتعاملي عادي في الجزء اللي هو الفيرجن البكر اللي طالع جديد اوكي واعملي احياء للون بس للون اللي تحت. يعني هنشتغل هنستغل في الشعر على مرحلتين، المرحله اللي هي الغامق اللي هو طالع جديد هنتعامل معاه أيوه. عشان نطلع نفس اللون اللي هي عملته في الاول م. والاخير ده هنعمل له بس حاجه اسمها احياء للون تمام يعني مش هيتاثر بصبغه بس قويه جدا ما تقلقيش هو يعني هو استاذ هاني بيقول لك ان شعرك مش هيتاثر يعني مش هيتعب ما تقلقيش ميرسي يا ايمان آه بمناسبه موضوع او المده اللي اتكلمت فيها ايمان هي بتتكلم في سنتين يعني اعتقد دي مده مده كافيه جدا 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 يعني طبعاً. احنا اوقات كتير بنصبغ شعرنا بعد ست 7 سنت شهور سنتين يعني وصل الشعر 24 سنتي أوه أوه. تقريبا طب هو الطبيعي انه نصبغ الشعر آه بعد قد ايه من صبغته؟ لو هنغير لونه ولا لو هنعمل نفس اللون؟ لا الون. هنعمل نفس اللون هنعمل نفس اللون لو عملت الروتس كل شهر مش هيحصل حاجه فعلا؟ لو عملنا الروتس بس كل شهر مش هيحصل حاجه اه شهر ونص لكن لو هنغير اللون اعتقد نستنى ثلاث اربع شهور ست شهور كمان طيب انا عايزه اسال حضرتك في سؤال او اسالك سؤال في جزئيه اللون الشعر اللي بيبقى اورنج هما بيقولوا ان وقت الصبغه عشان ما احنا بيبقى مش كل الكوافيرات دارسه بيحطوا على الصبغه ازرق واخضر تمام ده صح تمام بالظبط هو المفروض عشان اللون الاورنج المضاد ليه لون ازرق ايوه مش اخضر اوكي الاخضر ده مضاد من مضادات اللون الاحمر هما بيحطوا الاثنين عشان احتياطي تقريبا صح كده؟ لا عشان الاندر لاين بيرمي احمر في الاول بعد كده بيبتدي يرمي على نحاسي فبياكل الاحمر الاول بعد كده ياكل أيوة. النحاس. تمام طيب خليني اختم مع حضرتك كده لان قدامنا ثلاث دقائق خطوات سريعه للعنايه بالشعر المسبوخ في 1 2 3 نعمل ايه؟ نختار الشامبو المناسب وفي شامبوهات خاصه بالشعر المصبوغ وفي الوان معينه ليها شامبوهات معينه يعني زي ما قلنا زي الاحمر او الجراي او البلونت والاسود آه الاسود هو اوريدي لوحده آه هو اسود اه هيحصل له حاجه بيتاثر لو بعد تفتيح بيتاثر لكن من غير تفتيح مش هيحصل حاجه ان هو يطفي شويه اه لما اجي اختار الصبغه بالذات اختار الصبغه المناسبه ليا مش شرط تكون موضه لكن آه اختار حاجه مناسبه لبشرتي وابعد عن الوان الجولد واستخدم شامبوهات وكريمات للصبغات طيب. بشكرك شكر جزيل مصفف شعر هاني عزيز رئيس الاتحاد الدولي لمصففي الشعر في مصر والمدرب الدولي لكبرى شركات العنايه بالشعر نورتني النهارده في مشكور يا فندم شرف لي بشكر. مشاهدينا بشكركم دايما لحسن المتابعه بشكر كل واحد تابعنا وبعت لنا على صفحتنا او كلمون الناس طبعا اللي كلمونا النهارده على الهوا بشكركم شكر جزيل اعاده حلقه النهارده بتبقى يوم الجمعه الساعه 3 واعاده حلقه يوم الاثنين بتبقى يوم الخميس الساعه 3 يوم الاثنين اللي جاي اشوفكم قبل المعده بساعه وحلقه جديده ومن یہ ہے